لكن لو انت النهارده اشتغلت ديجيتال يفرق مع مواعيدك في ايه؟ ده سؤال مهم لازم نساله، لانه لو ما فيش فاليديتي للشغل بتاعنا يبقى خلاص القصه ملهاش فايده، تفقد قيمتها. تفقد قيمتها، تفقد وما تستحقش الفلوس كمان اللي تدفع فيها. التكنولوجيا كده يعني يعتبر الانفستمنت عشان ادخل الديجيتال لازم الاول انفست في نفسك بالظبط، تجهز نفسك بيزك حلو. هو معنى ان انت تسال السؤال ده معنى ان انت لسه مش جاهز. ايوه معنى ان انت بدات بدري، ان انت لسه مش جاهز. اهلا بيكم في بودكاست من سدنت من اذاعه اسنان مصر، معاكم محمد اسامه. التغيير بيكون صعب، خصوصا لو بتغير من حاجة انت اتعلمتها ومؤمن بيها لحاجة انت ما تعرفش عنها اي حاجة. واطباء الاسنان اكتر حاجة هم مؤمنين بيها هو شغلهم، عشان كده انت كدكتور اسنان قبل ما تغير من التراديشنال دينتستري للديجيتال دينتستري حاجات كتير بتفكر فيها، زي ايه التأثير بتاع الديجيتال دينتستري على شغلي وعلى معاملتي مع المريض، وازاي حاجة زي دي ممكن تفيدني في التسويق لنفسي، وهل عملية التحول دي هتكون عملية سهلة ولا صعبة. وعلشان كده معنا دكتور محمود رمضان، استشاري زراعة وتركيبات الأسنان وأحد رواد الديجيتال دينتستري في مصر، عشان يجاوبنا عن الأسئلة دي. بس قبل ما نبدأ حابب أكلمكم عن ماسترز تيم، وهو فريق متخصص في الدينتال إيفنتس والدينتال كورسز، وأسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا رأيكم في الكومنتات تحت، وتقولوا لنا حابين مين يكون الضيف اللي جاي. ويلا بينا نبدأ. ازي حضرتك يا دكتور، منورنا جدا والله. من ضمن الاسئله الكثير اللي بتواجهنا كدكاتره لسه مخلصه او اللي هو لسه متخرجين وداخلين على المرحله اللي هي البراكتيكال اكتر، الديجيتال دينتستري ضروري بالنسبه لي كدكتور اسنان ان انا انفولف فيه، لان انا شايف ان كل العالم يعتبر الصيحه الجديده ديجيتال دينتستري، وخصوصا في يعني بالنسبه مثلا للديزايننج او الموضوع الشامل، يعني احنا مضطرين ان احنا ندخل فيه. بص يا سيدي، هو طبعا احنا دلوقتي في ثوره تكنولوجيه، يعني يمكن ديجيتال دينتستري كمصطلح دلوقتي بقى مصطلح قديم. احنا دلوقتي في ثوره دلوقتي على مستوى العالم في كل فروع العلميه، اللي هي ثوره الارتفيشال انتليجنس اللي هي الذكاء الصناعي. ودي ثوره ان عاجلا ام اجلا هتتفرض على العالم ككل. يعني هو عيب التكنولوجيا ان انت ما تقدرش ان انت تقاومها. يعني انت ان عاجلا ام اجلا، زي مثلا على سبيل المثال زمان لما كان بينزل لنا مثلا ويندوز 98، ده قعدنا نشتغل، انا فاكر عشان انا قديم شويه قعدت اشتغل عليه عمر. فلما جه الويندوز ميلينيوم مثلا نزل، كان عندنا رفض ان احنا اتعودنا على 98. فلما نزل بقى، لما تنزل الاجهزه الجديده وتنزل، يبقى انت مجبر، ما ينفعش ينزل عليها 98، فانت بتبقى مجبر ان انت تنزل سوفت اللي هو السوفت وير اللي يشغل الجهاز. تمام، فانت بتبقى مجبر ان انت تسير التكنولوجيا غصب عنك هتتعلم. وكذلك في سيستم الموبايل برضه، تمام، في الاندرويدز وهكذا. فاحنا التكنولوجيا من الحاجات اللي انت صعب ان انت تقدر تقاومها، او صعب ان انت تقدر ان انت تتخلى عنها، لان انت هتتاخر كتير في شغلك لو تخليت عنها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي اوريدي بالفعل، يعني في مصطلح دايما بيتقال لنا، هو يعني هل احنا نقدر بسهوله نخش مجال الديجيتال دنتستري ولا لا؟ هو اوريدي بالفعل اي واحد عنده عياده دلوقتي بقى، يعني عيادته معظم اجهزتها ديجيتال، فانت اوريدي انت شغال ديجيتالايزد. تمام، يعني اليونت ذات نفسها معظم الكنترول بتاعها دلوقتي ديجيتال. كل الناس عندها انترا كاميرا، كل الناس عندها امالجاميتور شغال ديجيتال، كل الناس عندها لايت يو شغال ديجيتال، كل الناس عندها اوتوكلاف شغال ديجيتال. انت اوريدي اصلا يعني معظم اجهزتك بالفعل شغاله ديجيتال. تمام، في حين ان احنا لا، يعني انا مثلا يعني جيل الاربعينات، يعني اقصد يعني معدي الاربعين، يعني من جيل الثمانينات، يعني اشتغلت على يونت مثلا كانت كومبليتلي انالوج. طبعا هي بتبقى كل حاجه ليها ميزه وعيب، يعني الحاجه دي مثلا الكهرباء تقطع تعرف تطلع الكرسي تنزل الكرسي، انما مثلا اللي عندك اللي هي انالوج اللي هي مانيوال، مانيوال زي الكرسي بتاع الكوافير كده، الحاجات اللي ايه بيدوس هيدروليك، يعني كرسي هيدروليك. يعني انا عاصرت المرحله دي واشتغلت عليه، فهي كل حاجه ليها مزايا وعيوب. تمام، التكنولوجيا زي اللي ليها مزايا، لكن ودي يمكن ناس اشتغلوا كتير في الفانتازيا على القصة دي، ان في حالة ان السهل جدا زي ما التكنولوجيا تطلع بيك السماء تنزل بيك سبع أرض. يعني مثلا على سبيل المثال، نوع من انواع الترددات المغناطيسية ممكن مثلا تحرق كل مثلا جهاز بيشتغل بالكترونيك شيب مثلا على سبيل المثال، انت فاهمني، فتخليك ترجعك للعصور الوسطى بقى.
او مش هنقول العصور ما قبل الوسطى، العصور الوسطى ترجع تاني شغال بالشمع لان ما فيش جهاز الكتروني مثلا يشتغل. يعني بدات التكنولوجيا زي ما التكنولوجيا ليها فايده لكن برضو ممكن القضاء عليها يحطك انت في ازمه، فهل انت جاهز تشتغل من غير تكنولوجيا ولا لا؟ دي برضو قصه مهمه جدا. قصه كهرباء مثلا بتقطع، انت فاهمني؟ طب لو الكهرباء قطعت انت فاهمني انت هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ ده قصه وارده انت فاهمني، وكلنا يمكن علينا منها مثلا من فتره اللي فاتت. انت لازم تبقى عارف ازاي تشتغل من غير كهرباء، وعارف ان انت تقدر انت تكيف نفسك، البوزيشن بتاعك، البوزيشن بتاع المريض، الوضع يبقى ازاي؟ طب انا عايز اسال حضرتك، بالنسبه لنا مثلا انا عايز اشوف ايه الاهم حاجه مثلا هتقويني لما اخش في الديجيتال دنتستري، انا هتطور ازاي سواء مثلا في شغلي او في معاملتي مع البيشنت او في الماركتينج بتاعي، هيأثر معايا ازاي؟ تمام. بص، في مردود بيبقى واقع عليك انت شخصيا كطبيب، وفي مردود بيبقى راجع على الشغل بتاع البيشنت ذات نفسه او المريض بتاعه. نبدا بينا احنا كاطباء، انها بتسهل لي الشغل بتاعي، بتسهل لي الشغل بتاعي. يعني ازاي بتسهل لي الشغل بتاعي؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لما بيجي مثلا حصل الانفنشن مثلا بتاع الاسكانرز، الانترالر سكانرز، تمام، مثلا على سبيل المثال، مش مجرد بس وفرنا ماتيريالز، لا ده احنا بدانا كمان ان احنا نوفر وقت، نحفظ المقاس بتاعنا شيلف تايم فور ايفر، لانه بيبقى متسافر سايب ملف ديجيتال طبعا زي ما انت عارف. القصه الثانيه كمان الدقه، الاكيوسي، ماده اللي مالهاش دايمنشنال تشينجز، مالهاش كذا كذا كذا، ففي مزايا كتير. يبقى انا بضرب مثل واحد ليك، فده كمثل من الامثله. بس طبعا برضو كل حاجه ليها دروباكس، يعني ما ينفعش برضو لكل الاستخدامات. يعني عندنا مقاسات اللي بتحتاج ان احنا نسجل الانسجه مثلا فانكشنال او فيسيولوجيك، طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم لها الانترور سكانرز، تمام، نضطر ترجع بعد كده تبطل الطقم تاني بعد ما تخلص. يعني كده كده اشتغلت شغل انالوجيكال او شغل كونفنشنال في الشغل، فضاعت الديجيتال اكروسي يعني المفروض بيه. القصه ده دي قصه اللي ترجع لك انت. طبعا بيبقى فيها عيب برضو عليك انت برضو، لان التكنولوجيا غاليه مكلفه. يعني انت عشان تشتري يعني ديفايس مثلا زي السكانر مثلا هتدفع كتير. بس هي الاشكاليه في القصه دي ان في ناس بتختزل الديجيتال دنتستري في موضوع السكانر مثلا، او في موضوع مثلا 3 دي تريسرز بتاعت المانديبلر موفمنت عشان تشتغل فول ديجيتال ورك فلو. يقول لك انت لو وقعت منك ستيب ما اشتغلتهاش ديجيتال يبقى انت كده راحت منك الاكيوسي. لا، هي دي القصه، ودي الحاجه اللي بتحبط اطباء الاسنان وبتجيبهم ورا شويه. طب ده معناه ان احنا مش محتاجين ان احنا نصرف الفلوس الكتيره دي عشان ادخل في لا مش محتاجين الديجيتال. مش محتاجين. قبل ما نجاوب على السؤال ده، في الشق الثاني اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو المردود على المريض ايه، تفهمني؟ يعني مثلا لو جينا نشوف نفرض مثال مثلا طقم كامل، مثلا هنعمل طقم كامل للمريض بتاعه، سهل جدا ان احنا نعمله كونفنشنال ويطلع حلو ويريح المريض ومفيش مشكله. لكن لو انت النهارده اشتغلته ديجيتال يفرق مع مريضك في ايه؟ ده سؤال مهم لازم نساله، لانه لو مفيش فاليديتي للشغل بتاعنا يبقى انه خلاص القصه ملهاش فايده، تفقد يعني قيمتها، تفقد قيمتها، تفقد وما تستحقش الفلوس كمان اللي تدفع فيها. تكنولوجيا من الحاجات الجميله جدا في القصه دي بالنسبه للمريض. يعني مريض، انت عارف المريض بتاعنا بتاع الطقم الكامل استخدمه للطقم مثلا ممكن يوقع الطقم بتاعه ويكسره ويضيعه، يحصل كتير. انت لو انت عامل المريض بتاعك طقم ديجيتال زي ده، سهل ان انت تعمل له منه مئات النسخ، انت فاهمني؟ يعني بيبقى الطقم بتاعك متسيف على الكمبيوتر بتاعك ملف فيرتشوال، وسهل جدا ان انت تعمل له اكسكيوشن تاني سواء بالبرنتنج او بالميلينج، مفيش مشكله، وتطلع طقم تاني. تمام، دي قصه. قصه تانيه كمان في موضوع الاستاتكس او الجماليات، انك تقدر تعمل له كاستمايزد سيس، يعني تقدر يا اما ترجع له ابتسامته الاصليه تاني، سنان والفورم بتاعها والشيب بتاعها بتاع السنان، ولو فيها بارتيكولر ارينجمنت معينه او ريجولاريتيز معينه في السيتنج بتاعها تقدر ان انت ترجعه له تاني. دي بتبقى حاجه بترجع له حاجه اسمها رياليستيك ابييرنس، اللي هو الشكل الواقعي بتاعه مره تانيه. طبعا دي ثوره يمكن ناس كتير ما تعرفش انها موجوده في التركيبات او في الاستعاضه الصناعيه المتحركه. موضوع الرياليستيك ابييرنس ده، انا اسف انا بقطع حضرتك، بس موضوع الرياليستيك ابييرنس ده انا يعني شايف حاليا ان هو اللي رجع تاني، مش زي زمان ان هو الهوليوود سمايل او كده. لا يعني انا لسه بقول لك ان شكل ريدي ميد تيس اللي هي السنان الاكريل اللي بنجيبها نبصها دي شكلها خلاص اتحرق، تعرف زي برضه الهوليوود سمايل شكلها اتحرقت، والاسنان اللي هي اللي تشوكي وايت دي شكلها اتحرق. يعني في بدات الناس ترجع لتبعد عن الارتستيك استاتكس وتروح للرياليستيك استاتكس، تمام؟ يعني هم محتاجين، لان دي بتديله شكل يونيك خاص بيه هو، ايوه فاهمني؟
وده الانسب. يعني انت احنا جينا فتره مثلا شفنا مسلسلات رمضان كل الممثلين سنانها قطعيه واحده كانهم نهاية. مولودين من نفس الاب والام، أيوة. انت فاهمني؟ فطبعا قصه مش فيك جدا ومش واقعيه، وكل الناس حتى لاحظت ده، أيوة. تمام؟ فبدات تنفر من هذه القصه، تقريبا كانوا رايحين لنفس دكتور السنان، انت فاهمني؟ كان تعاقد واحد، نفس المقاس، نفس المقاس ونفس اللون ونفس كل حاجه، يعني ده حاجه عجيبه جدا يعني. نيجي بقى للسؤال الثاني اللي انت سالته، هل احنا محتاجين التكلفه دي كلها عشان نشتغل؟ لا. وانا كنت مع الدكتور محمود عزت غازي في ديجيتال دنتستري سوسايتي، كنا رواد مبدا ان احنا نعمل ايكونوميك بروتوكول بحيث ان اي طبيب اسنان يشتغل ديجيتال واي مريض يقدر ان هو يعمل ديجيتال ورك، تمام؟ يعني ان انا اشتغل من غير ما اجيب اكسبنسيف مثلا ماشينز او كده، بعياده عاديه جدا متواضعه بامكانيات متواضعه اقدر اشتغل ديجيتال، مفيش عندي اي مشكله خالص، تمام؟ وبقى في فاسيلتيز كمان بتسهل ده، يعني لو انت مشكلتك السكانرز في معامل بقت تديك السكانرز مقابل انك تعمل شغل المعمل عندها، فمشكله السكانر اتحلت. ممتاز. يعني انت حتى مش هتدفع ايجار للسكانر، أيوة. تمام؟ طيب ايه مشكلتك؟ ايه تاني مشكلتك؟ ديجيتال مثلا راديوجرافيك تول ده موجوده في كل حته، تقدر تبعت المريض يعمل كومبين ويعمل لك الاناليسز اللي انت عايزه ويعمل لك كل حاجه. أيوة. مشكلتك في ايه تاني عشان تشتغل ديجيتال؟ مشكلتك هتدفع فلوس كتير؟ لا، في تكنولوجي دلوقتي الادفانسمنت بتاعت ال 3 دي برينتنج دلوقتي كماتيريال ديجيتال بتشتغل اديتيف طبعا بالاضافه، من الطرق الرخيصه دلوقتي في طب الاسنان، بس محتاجه معمل يكون كواليفايد ويكون عامل كاليبريشن حلو للاجهزه بتاعته بحيث انها تطبع بدقه عاليه. أيوة. عشان تحافظ على دقه التركيبه مثلا اللي انت بتعملها، فتقدر ان انت تشتغل برينتنج، تمام؟ وتقدر ان انت تشتغل ميكسد ما بين الكونفنشنال ميثود بتاعتك او الانالوجيكال ميثود 100%. مش لازم تمشي فول ديجيتال ورك فلو، ممكن تاخد مثلا لو انا هعمل دنشر عايز اخد ميزه الكاستمايز ديز بس اشتغل انالوجيكال. فسهل جدا ان انا يعني اعمل اصمم السنان بتاعتي واعمل ديجيتال اوكلوجن على السوفت وير بتاعي واعمل مثلا برينتنج للاسنان وبعدين بعد كده ارجع احطها على الانالوجيكال ارتكليتور واخلص الطقم بتاعي بالطريقه اللي هي التقليديه العاديه خالص. أيوة. تمام. فهنا واقدر كمان بقى العب بقى في الدنشر بيز، اعمل جزء مرن، اعمل جزء طاري، جزء قصدي جزء مرن وجزء صلب وهكذا، اعمل درجات مختلفه من المرونه. فدي اقدر اعمل مزج ما بين الشغل الديجيتال والشغل الكونفنشنال واوفر على العيان بتاعي التكلفه واوفر وانا في نفس الوقت اتعلم. يعني انت سهل دلوقتي ان انت تقدر ان انت تجيب سوفت وير من السوفت ويرز اللي هي اللي بتاعت الديجيتال وورك وتقدر تحطها على اللابتوب بتاعك، هتدفع مبلغ عشان ما تجيبهاش مقرصنه وتبقى تحديثات على طول موجوده باستمرار، بس الميزه ان انت تقدر دلوقتي تصمم تركيبتك، يعني قصه سهله جدا كانك شغال على برنامج الفوتوشوب او برنامج الرسام. طب الاي اي برضه يعني بس والله هو الاي اي الهدف منه ان انت ما تحتاجش حتى تصمم، ان هو هيعمل لك الاوتوماتيك اللي هو الاوتوماتيك مود، هيخلص لك كل حاجه. يعني كل ما الاي اي لا الديزايننج بالذات، الديزايننج والاكسكيوشن، يعني هيبقى زي روبوتك ديزايننج وروبوتك اكسكيوشن للتركيب، يعني هيخلصها لك من اول، انت هتحط له الداتا المعطيات، انت فاهمني؟ هيخلص لك هو التركيبه، هيطلعها لك كده زي المكنه اللي طلعت قماش كده في الاخر في الفيلم بتاع فؤاد المهندس. يعني انت فاهمني، هتطلع لك الطقم على صينيه كده تبرده بس شويه وبعدين تستخدمه وهكذا. فالقصة المقصود بيها ان لا قدام جاي كتير، بس هي الفكرة في حاجة، هل الحالة الاقتصادية المرضانة هتقدر تواكب التكنولوجيا دي ولا لا؟ هل الحالة الاقتصادية لأطباء الأسنان هتقدر تواكبها ولا لا؟ فاحنا عشان ما نكتفش نفسنا، انت كل ما كتفت نفسك زيادة كل ما هتقف، انت فاهمني؟ لا يعني لازم تبقى closed circle، ان انا بقدم له مثلا برودكت معين وهو كان ان هو يقدر يدفع فلوس عشان ياخد البرودكت ده، ما هو لو ما يعني لو هي مش حاجة affordable بالنسبة له مش هيستفيد بها حاجة. ده اكيد، وهو لازم يشوف الفرق ويشوف النتيجة. يعني هو لما احنا مثلا بنيجي نعمل موكب مثلا في شوست الشغل كده لكمبليت دنشر ونوري للمريض اللي بسامة بتاعته على الموكب من قبل ما يستلم الطقم بتاعه ويشوف الشكل الجمالي رائع بتاعها، يعني بنديه motivation رهيبة، بتفرق في البيشن
and convenient. طبعا بتفرق، وبتفرق كمان في انه يدفع وهو مبسوط. يعني ممكن يعني يبقى كان في الاول القصه بالنسبه له صعبه شويه، وانا هدفع فلوس زياده ليه عشان شغل ديجيتال وكده، بعد كده يبدا يدفع لما يشوف القصه ديت، يشوفها على قبل ما يستلم الطقم وانت بتعمل له البايت او بعد ما تعمل له البايت، يشوف حاجه زي كده تبدا انها حاجه. في سوفت ويرز برضو بتعمل نفس الفانكشن بالمناسبه، يعني تقدر ان انت من صوره للمريض تقدر ان انت تعيد هيكله الابتسامه بتاعته صوره بس في الفرق. فروم ذا فيرست فيزيت يوري له صوره 2 دي بالابتسامه بتاعته nice. بعد ما هنخلص هتبقى دي ابتسامتك او حاجه قريبه منها. من قبل ما اعمل سكاننج، من قبل ما تعمل اي حاجه، صوره 2 دي كل اللي انت محتاجها صوره 2 دي بالموبايل، هتخش nice. على الابلكيشن، هتدخل فيها الصوره، هو هيبدا يعمل اناليسز للبيشنت فيس، ويبدا يجهز السمايل فريم بتاعه، ويجهز بولد بروبورشنز، ويحط الاناتوميكال جايد لاينز، ويعمل كل حاجه. ومكتبه السنان تختار الشيب بتاع السنان والسايد والسايز بتاعها والشيب بتاعها، وتبدا ان احنا في حاجات زي كده كتيره موجود. انت فاهمني؟ وحاجات مش مكلفه قوي، يعني انت سوفت وير زي ده انت عشان تخش مثلا تدفع في السنه مبلغ زهيد عشان يعني تعمل له اشتراك سنوي متجدد، يعني ان هو موجود حاجه متاحه بس بتبقى حاجات باشتراكات بسيطه، يعني مبالغ بسيطه مش مبالغ كبيره يعني. تمام. بس هي الفكره كلها ان دي ان انت النهارده يعني لو قلنا ان انت هتدفع اشتراك 200 300 جنيه في السنه، ممكن يجيب لك لو جاب لك حاله واحده بس مثلا اقنعت المريض، المبلغ ده اضعافه هيجي لك، يعني اضعافه هيجي لك. يعني الديجيتال يعتبر بنسبه كبيره بيفرق في البيشنت ساتسفاكشن بشكل رهيب. طبعا هي الفكره هاو تو سيل القصه، برضو دي قصه مهمه جدا، وعشان كده يعني معلوماتك عن الماركتنج لازم تكون كويسه، لان احنا في الاول في الاخر احنا بنعتبر ان الديجيتال برودكت سلعه تنافسيه للكونفنشنال او الانالوجيكال برودكت بتاعنا اللي ده موجود في العياده وده موجود. طب انت هتدفع فلوس في ده زياده ليه؟ زي ما بتحاول بالظبط توري المريض الفرق ما بين الزراعه والتركيب الثابت، او ما بين الكراون الزيركونيا والكراون البي اف ام. أيوه. تفهمني انك تقدر ان انت تبين له ليه الزيركونيا تستحق مثلا مبلغ اكبر من البي اف ام. تفهمني؟ طب بالمناسبه دي يعني لما حضرتك كتير دخلت في الديجيتال دينتستري وتعرضت للبيشنت كتير، في بيشنت مثلا لما شفت الرياكشن بتاعه بعد ما وريته الديجيتال حسيت ان انت مبسوط ان انت دخلت في البرانش ده كتير؟ انا عندي فيديوز مسجله فرحه عارمه للمريض، يعني وده اللي احنا دي بتبقى حاجه عندنا اهم من الفلوس. تفهمني؟ لما تشوف فعلا المريض فرحان وبيدعي لك، هي دي الحاجات اللي انت، لان انت ربما لا تقدر على الشغل اللي انت عملته بفلوس، لكن دعوه المريض دي ومدى انبساطه الشديد ده بشغلك مقارنه بشغل كونفنشنال او شغل ما كانش يعني كفاءته عاليه عمله قبل كده، دي اللي بتبقى حاجه فعلا تفرح. بس احنا برضو خلي بالك بنقول ان برضو الشغل الكونفنشنال ليه المريض بتاعه وليه الدكتور بتاعه اللي بيقدر يطلعه حلو، فاحنا ما بنقولش ان الشغل الديجيتال ما بنقللش من دور الكونفنشنال، لان احنا دايما كلمه بقولها في الديجيتال موديول عندي لما باجي بشرح القصه دي للطلبه بتوعي او لزمايلي، اقول لهم ان اللي ما بيعرفش يشتغل كونفنشنال مش هيعرف يشتغل ديجيتال. يعني دي مهمه جدا. ولما بيجي ندي ديجيتال موديول في كورس او في ماسترشيب او حاجه زي كده، لازم بنشرح البيزك ساينس، بنشرح كويس. يعني انت عشان تعمل بارشل دينشر تعمله ديجيتال وتصممه، ما انت محتاج تختار نوع الميجر كونكتور المناسب، محتاج تختار نوع الدايركت ريتينر المناسب، محتاج تختار نوع المشورك او السدل بتاع الحاجه. فانت لو مش عارف البيزك ساينس يعني هتختاره ازاي؟ يعني ده معناه ان انا لو اشتريت الانسترومنت او ايا كان الماشين وانا ما عنديش البيزك ساينس ما يفيدنيش لسه. للاسف. أيوه. اللي احنا خايفينه بقى من الذكاء الصناعي انه قدام انت مش هتحتاج تعرف البيزك ساينس اصلا، خلاص الماشين والاي اي ده اللي احنا خايفينه. فهو مين اللي مسيطر دلوقتي؟ ما بقاش انت، بقت الاله هي اللي مسيطره، بقت تعرف اكتر منك. وده الخوف من الذكاء الصناعي الفتره الجايه، ان الاله تعرف اكتر من الانسان، انها تعلمه الكسل، انها تعلمه قله المعرفه. ايوه انت فاهمني. ففي الحاله دي لو هو اشتغل اوتوماتيك مود وعمل غلطه وانت مش عارف الغلطه دي راحت لمين؟ للبيشنت بتاعك. فانت عملت مشكله. نتيجه ايه؟ الاوتوميت، نتيجه جهلك. تفهمني؟ ما نقدرش نلوم على الاي اي انه جاهل، لان هو المعطيات بتاعته بياخدها منين؟ مني انا كبشر. انت فاهمني؟
فهو لو هو جاهل فهو سبب جهله ان انا اللي خليته جاهل. أيوة. برضو يعني برضو اللوم هيقع عليا انا في الاخر، ومين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ مش ينفع نبعت المريض نقول له روح للروبوت او للماشين، الماشين هي اللي غلطت يعني، انت فاهمني، انا اللي هتحمل المسؤوليه. أيوة. انت فاهمني في جميع الاحوال. فدي القصه اللي احنا بس يعني قلقانين منها، وطبعا بدا يخش في مجالات كتيره جدا الاي اي. طيب يا دكتور، بالنسبه انا كدكتور دلوقتي وحابب ان انا ادخل في مجال الديجيتال دينتستري وحابب انفست فيه، ايه اول حاجه المفروض انفست فيه؟ طيب هو زي ما احنا قلنا الاول، ودي الخطوه دايما اللي بنصح اي حد يقول لي انا عايز يعني اتعمق في مجال الديجيتال دينتستري، تمام، اقول له اول حاجه لازم تتخصص. يعني مجال الديجيتال دينتستري زي ما احنا قلنا داخل في كل الفروع. انه داخل في كل الفروع، فانت هتشتغل ايه في الديجيتال بالظبط؟ هل مثلا انت هتشتغل تركيبات، تخصصك تركيبات مثلا، هتتعمق في قصه التركيبات، ولا هتتعمق في الجراحه لان الجراحه فيها جزء برضو ديجيتال، تمام، ولا هتتعمق في الاندو ولا في البيريو ولا في ايه بالظبط؟ يعني انت لازم تحدد مجالك انت رايح فيه، ده اول حاجه. بعد ما احدد التخصص أرجع البيزك ساينس بتاعي تاني، ولو حتى كتب اللي أنا كنت واخدها في الجامعة والملازم اللي أنا واخدها، بس أقرأها بمزاج بقى بدون ضغط امتحانات وبدون الكلام الفاضي ده، تمام، أقرأها بتعمق شديد وبتركيز، بحيث إن أنا ألم البيزك نوليدج. بعد كده بعد مرحلة الكتاب الجامعي أبدأ بقى تاني أسأل بقى مختصين، أشوف مثلا دكتور محمود والله متخصص تركيبات، أي دكتور محمود أنا يعني عايز أقرأ كومبليت دنشر، أقرأ منين؟ اقول لك مثلا هات باوتشر مثلا او هات ارسر مثلا، هاي بارشل دينشر مثلا، هات مثلا ماكراكن او هات ستيوارت مثلا، ماكزيلو فيشل بروسيز مثلا، هات تشاليان او هات بومير كده. يعني يعتبر الانفستمنت عشان ادخل الديجيتال لازم الاول انفست في نفسك بالظبط، تجهز نفسك بيزك حلو. ليه؟ لانك لو ما جهزتش بيزك كويس ممكن تلاقي اللي يضحك عليك. لان الديجيتال للأسف في ناس كتير شغاله وما تعرفش البيزك، وبتدرسه وما تعرفش البيزك، تلاقيهم فجأة في خلال اشترى كاد كام، اشترى برينتر، اشترى مش عارف كذا، جاب العدة عمل حالتين ثلاثة، هوبا أول كورس خلاص. لا طب هتدي ايه في ما في مرحلة ناقصة. ايوه تمام، هو احنا مش بندي كورس معمل، انا مش بدي كورس فني معمل يعني، تمام، انا بدي كورس لطبيب. الطبيب ده بيمانج الحاله من اول الدياجنوزز والكيس سيلكشن لحد تريتمنت بلان والفولو اب، وما بين الكلمتين دول ودول في دنيا تانية خالص، دنيا تانية خالص. أيوه. انت فاهمني، بدي خبره حالات، خبره شغل، دي بتفرق، تدي نضج للشخص اللي هو اللي بيتكلم. فانا امتى ما يضحكش عليا، وامتى اعرف اكشف الشخص اللي هو المعلومات البيزك نولج بتاعته مش قد كده؟ لو انا دارس كويس، قاري كويس، قاري مش شرط. ايوه انا مش عايز حد يحفظ، افهم ده بايولوجيك حتى يعني، ده ماشي ابقى فاهم اساسيات العلم اللي انا داخل ادرسه ديجيتال، ابقى فاهم اساسياته الاول الايه بشكل بيزك وبشكل شغل كونفنشنال بتاعه بيتعمل ازاي. ويا حبذا كمان لو اقدر انفذه كمان بشكل عملي كويس، يبقى انا كده يعني داخل الطريق فعلا وانا جاهز تماما. طب هو الطريق اصلا يعني، انا دلوقتي مثلا لو واحد بتعامل مع الديجيتال، انا ما بتعاملش ديجيتال خالص مثلا، وكل حاجاتي ورقه وقلم، وما بتعاملش مثلا مع الكمبيوتر مثلا، هل الموضوع هيكون صعب ان انا انقل من النظام ده للنظام الديجيتال بالشكل ده؟ هل الموضوع هيكون صعب؟ بص، حتى لو صعب يعني بيقابلنا دايما دكاتره اكبر في السن، انا نفسي اشغل عيادتي ديجيتال. ما تشغل يعني، هو ايه العائق؟ ما هو مش شرط انت اللي تشغلها، هات اللي يشغل. يعني في زميل ليا يقدر يشغل لي عيادتي ديجيتال زي ما انا عايزها، بالتخصصات بتاعتها، بكذا وكذا وكذا، ما اجيب الدكتور زميلي اللي يساعدني في القصه دي. هي بس في مصطلح لازم نستوعبه، ان ما حدش هيقدر يبقى كينج كل العصور. ايوه انت ليك فتره هتبقى فيها على قمة المنحنى بتاعك، بعد كده لازم هتنزل. ربما لو انك فقدت الشغف او فقدت الاهتمام، ده مش عيب يعني، انت بعد فترة بتبقى خلاص يعني، انت حسيت ان انت تم اشباعك في نقطة معينة وخلاص خلصت، انت مش عايز تشتغل، او انت ما عندكش لسه يعني زي ما انت بتقول انا ده اصلا ما بعرفش استخدم كمبيوتر، او ما بعرفش استخدم اندرويد مثلا على سبيل المثال كسيستم تشغيل على الموبايل. طب انت ده حد زي ده انا هقنعه يشتغل ديجيتال دينستري ازاي؟ صعب جدا. طب هل ده معناه ان انت ما تشغلش عيادتك كده؟ ما ده مشروع. لا، معناه ان انا هقدر اجيب اللي يشغل القصه دي، زي ما ببقاش انا بشتغل اندو مثلا واجيب زميل ليا يشتغل اندو في العياده،
مش ده بيساعدني في الرغبه المطلوبه؟ دي القصه اللي احنا بنقولها. فاحنا بنقول ان انت هتنفست مفيش مشكله خالص، بس امتى؟ بعد ما تعدي مرحله، ادي لنفسك بوص سنتين او ثلاثه بعد التخرج، دراسه دراسه وشغل بيزك، اشتغل بيزك في تخصصك، تملكه حلو، حس ان انت ملكت الشغل الكونفنشنال كويس. ما فيش مانع ان انت تقرا ديجيتال وتحضر كورسات ديجيتال اثناء الفتره، بس ارجوك ما تشتغلش ديجيتال الا لما تبقى ملكت الاول البيزك ساينس بتاعك، ملكته كويس وشغال العملي بتاعه كويس، ساعتها ابدا اشتغله ديجيتال عادي، ما فيش مشكله. هتلاقي نفسك فرقت كتير جدا، فرقت معاك كتير جدا، غير لما تشتغل وكل شويه ترجع. يعني بيجي لنا حالات يا دكتور محمود، انا كان السيتنج بتاع السنان كان على الديجيتال ارتكليتور كان تحفه، بس حطيته فوق العين في اوبن بايت، جت منين؟ تفهمني؟ سؤال ليه 100 اجابه وليه 100 جواب، انت فاهمني؟ ممكن 100 احتمال يكون موجود، انت فاهمني؟ هو معنى ان انت تسال السؤال ده معناه ان انت لسه مش جاهز، معناه ان انت بدات بدري، ان انت لسه مش جاهز، فاهمني؟ فدي القصه اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل لها. كمان اللي احنا الاخيره اللي احنا حابين نقولها في القصه دي، ان في عندنا بالفعل في ناس كتير محاضرين مميزين جدا في مصر بيشتغلوا في القصه دي، في الدي اس دي، في الدي اس دي. يعني انا مش عايز انسى حد يعني، بس في زميلنا الدكتور احمد خرشد، زميلنا الدكتور مصطفى صلاح، دكتور هيثم شرشر، دكتور محمود عزت، دكتور ايمن مسعد، دكتور عمرو اكرام، ناس كتير جدا شغالين في الشغل ده. تمام، كل واحد طبعا، مش هنتكلم على التكلفه الماديه، كل واحد بيقيم التجربه بتاعته او بيقيم مجهوده كما يشاء، وده حقه، لانه انوفيتيف في مجاله، اي حد انوفيتيف في مجاله من حقه ان هو يقيم القصه زي ما هو عايز، ما نقدرش نلومه. بس اللي انا اقصد اقوله ان فيهم بعض الانستراكتورز مثلا هتلاقي الفيز بتاعت كورساتهم قليله شويه، وفي بعض اعلى شويه. تمام، فانت المناسب ليك، انت شايف يعني ممكن يكون الاعلى ده اكثر خبره او وقته عنده يعني اسمن شويه، فهو بيقدره كده، فيعني ما يعني مش هتتقدر بمين اكفأ اكوردنج تو برايس، برضه عشان نبقى قصه واضحه. بس كده، دي كل ما نقدر نقوله في النقطه دي. طيب لو عايزين ندي كونكلوجن كده للناس عن اللي احنا قلناه في موضوع الديجيتال دينستري، النصايح ستريت فورورد، نقول لهم ايه؟ نصايح ستريت فورورد، اولا بناكد تاني ان every dentist now work in a digital clinic. تمام، فانت ما تحسش ان انت منعزل او في قريه منعزله، لا تنبهر بكل ما يعرض على ساحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. مش كل الناس بتعرض حالاتها الحلوه والوحشه، النفس دايما بتحب تعرض الشغل الناجح، وبتحب دايما تبان ناجحه، وبتحب تبان كويسه، لكن كلنا بنطلع شغل حلو وشغل وحش، كلنا بيطلع لنا حالات فيلير. تمام، طبعا بتقل مع الوقت، مع الخبره ومع الاتقان بتاع الشغل بتقل، بس في حالات انت بتبقى عامل فيها كل حاجه وربنا بيشاء انها تفشل، ربما انها تعلمك درس ان انت لسه قدامك، انت لسه محتاج تتعلم، لسه محتاج تكمل. فما تزعلش لما حالة فالير منك، بالعكس حاول تتعلم منها، تشوف القصة هتطور نفسك ازاي عشان ده ما يحصلش تاني. والنصيحة الاخيرة conclusion اللي احنا قلناه الاخير، ان don't rush to go digital. تمام، حاول ان انت الاول ايه، تأسس نفسك صح في العلم اللي انت عايز تشتغل فيه، وبعدين ابدأ خش على الديجيتال ايرا بتاعته. ربنا فتح عليك وجالك فلوس، الاكويبمنتس اللي كنت بتحتاج تجيبها من بره هاتها عندك في العيادة. تمام، وابدأ اشتغل ووسع وسهل على نفسك، وزي ما احنا بنقول مهنتنا دي يعني اللي بيديها بتديه برضه، وربنا يفتح عليه ان شاء الله ويبقى حاجة كويسة بإذن الله. ان شاء الله، انا سعيد جدا والله باللقاء معك، ان شاء الله لنا عدد